بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل حساب جديد في موقع الإمام ناصر محمد اليماني. هنحتاج براوزر، طبعا يكون فيه كونكشن للإنترنت. هندخل على أي براوزر، هندخل على موقع الإمام اللي هو مهديالأمة.com، ونبدأ نضغط على التابة بتاعة تسجيل الدخول. هنلاقي فيه إنشاء حساب جديد، هنضغط عليها هيدخلنا على ديت. احنا محتاجين ندخل البيانات دي: اسم العضو، كلمة مرور، إعادة كلمة المرور، عنوان البريد الإلكتروني. بنعيده تاني، سؤال عشوائي ده بنضغط على نسخ ولصق هكذا فبيطلع لنا كده، والإحالة أو الدعوة لو في أحد الأنصار هو اللي كان يعني معرفك على الدعوة بنضغط هنا على اسمه. لو مفيش بتسيبها فاضية. منطقة التوقيت بتختار توقيت الدولة الخاصة بيك، وبعدين بننزل تحت خالص بنضغط على قرأت كافة الشروط، كافة شروط التسجيل في موقع الإمام. طبعا انت اكيد محتاج تقرأ الشروط الأول، وبعدين بتضغط على قراءة الشروط وبتضغط على متابعة التسجيل. كده انت تبقى خلصت التسجيل البريد الإلكتروني. في بس حاجة صغيرة محتاجين نلفت نظركم ليها: اسم العضو هنا وانت بتدخله، مثلا على سبيل المثال لو دخلت أحمد، ومع العلم هو بيقبل عربي وإنجليش، يعني انت ممكن تدخل الاسم بالعربي أو باللغة الإنجليزية. لو سبت الاسم على كده هيقولك ان اسم العضو هذا منتسب لدينا في المنتدى، اذا كنت احمد ونسيت كلمة المرور اضغط هنا. ده معناه ان في شخص اخر عامل اسم عضو بنفس الاسم ده، ففي الحالة دي انت محتاج تغير الاسم دوت او تضيف عليه اسم تاني. السبيس او المسافة بين الاسماء مدعومة هنا هوت، فانت ممكن مثلا تعمل احمد متولي على سبيل المثال، بدأ يطلع لي ان اسم المستخدم متاح وغير مسجل. نفس الموضوع باللغة الإنجليزية. بعد ما بنسجل بيجيبنا على الصفحة الرئيسية تاني. لو ضغطنا على قائمة العضو هنلاقي بدل ما فيه تسجيل دخول هنلاقي فيه بقى الصفحة الشخصية بتاعتك، ملف شخصي، لوحة التحكم، الرسائل الخاصة وهكذا. فلو جينا ضغطنا على الملف الشخصي بعد التسجيل مباشرة هيطلع لنا الرسالة دي، رسالة إدارية. اسم المستخدم ده اللي انت هتكون عامله يعني هيقولك ان هو لا يملك تصريح الدخول هذه الصفحة. قد يكون احد الاسباب التالية هو بالاغلب او بشكل كبير هو السبب دوت، السبب اللي هو ان كنت تحاول المشاركة ربما قامت الادارة بحظر حسابك. طبعا هي القصة مش هنا، هي القصة كلها او لا يزال حسابك بانتظار موافقة الادارة. فانت بعد ما هتسجل مباشرة هتحتاج تنتظر بعض ساعات لغاية ما يتم قبول حسابك بشكل صحيح علشان تقدر تستخدم الحساب بشكل طبيعي جدا، ودي بتيجي بعد حوالي بضع ساعات. يعني بعد بضع ساعات زي ما اتفقنا حفظا للوقت انا دخلت بحساب تاني كان مفعل يعني بشكل طبيعي. فلو دوسنا هنا على الملف الشخصي هنلاقي انه فعلا بيدخلك على ملفك الشخصي وتقدر تستخدم الموقع بشكل طبيعي جدا. طيب احنا دلوقتي عايزين نقدم البيعة بتاعتنا في الموقع، فبنعمل ايه؟ خلاص بعد ما سجلنا الحساب تم تفعيله بشكل صحيح، ما بقاش محتاج لسه بعض الساعات عشان يتراجع من الإدارة. بنضغط في أعلى اليمين على القائمة الرئيسية وهنلاقي فيه قسم البيعة، نضغط عليها هكذا بيبدأ يدخلنا على قسم البيع. دي كلها كده البيعات بتاعت أشخاص آخرين. فبنبدأ نضغط على إضافة موضوع جديد. لحظة واحدة بس. اه صحيح، دي كلها البيعات زي ما انتم شايفين. في حد اجدد بيعتي، البيعة لله، البيعة لله الاخ عمار حسين الحجري وهكذا. دي كلها بيعات لانصار يعني من السابقين الاخيار ثبتنا الله واياهم. هنضغط على اضافة موضوع جديد عشان نضيف البيعة بتاعتنا، وبعد ما بنضغط عليها بيطلب منك تدخل العنوان. ممكن تستخدم زي اللي كنا شايفينه بره البيعة لله، إن الذين يبايعونك يد الله فوق أيديهم. ممكن تستخدم أي عنوان أنت محتاجه، وبعدين لما بتنزل شوية بتقدر تكتب إن هو البيعة اللي أنت عايز تكتبها. طبعا هي البيعة كلها مش أكتر من إن أنت بتعاهد الإمام على إن يعني هو الإمام المهدي المنتظر وبتنصره وهكذا. في عندنا هنا هوت زي فورم كده أو صيغة للبيعة، دي قوية جدا يعني، ممكن نقراها سوا دلوقتي ونشوفها بتقول إيه. مش شرط تبقى منسوخة أو هي دي اللي أنت بتقدمها، بس عشان تفهم فكرة البيعة بتكون بتحتوي على إيه. يعني أنا خدتها كوبي من هناك، بس أنا أعتقد من هناك نقراها بشكل أفضل، فممكن نعمل كده نقراها من هنا.
طيب هي بقى بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتمهم محمد الصادق الأمين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. السلام على الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وعلى جميع الأنصار السابقين الأخيار. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أما بعد، أنا اسمي بتدخل اسمك الثلاثي مثلا من دولة، دخل دولتك. وبعدين: بعد أن أظهرني الله على دعوتكم المباركة، فإني أشهد الله وكفى بالله شهيدا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن جميع الأنبياء والمرسلين رسل الله لا أفرق بين أحد منهم، وأنا من المسلمين. وأشهد الله أن ناصر محمد اليماني خليفة الله الإمام المهدي المنتظر الحق الذي بشرنا ببعثه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إني أبايعه على السمع والطاعة ولنصرة الحق ولتكون كلمة الله هي العليا، وإني مصدق بالبيان الحق للقرآن الكريم في جميع ما جاء في بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد، وأعلن اتباعي لكتاب الله ولسنة نبيه الحق مما وافق كتاب الله القرآن العظيم، وما خالفه وناقضه فهو افتراء على رسول الله، وعلى أنه لا شفاعة للعبيد بين يدي رب المعبود. لا يرى الله جهرة لا بالدنيا ولا بالآخرة. لا يوجد عذاب بالقبر، إنما عذاب برزخي بذات النار. لا يوجد فرق ولا مذاهب ولا أحزاب بدين الله، وكلها شرك بالله. لا يعلم من صاحب منزلة الدرجة العالية الرفيعة في الجنة لا يعلم من صاحب منزلة الدرجة العالية الرفيعة في الجنة إلا الله، ولا يزال باب التنافس مفتوحا أمام العباد للحصول عليها. وبعدين الدعاء اللي ربنا ذكره في كتابه الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد ما بنكتب بيعتنا، اللي هي مش شرط تكون دي نهائيا، تبدأ تضغط على اعتمد الموضوع الجديد، وتبقى انت كده قدمت البيعة. وربنا يثبتنا وإياكم إن شاء الله على الهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.